بيه. اليوم جيتكم ان شاء الله بفيديو جديده في القناه شيماء شانيل. كيف ما عودتكم دائما كندير لكم فيديوهات اللي كتنال اعجابكم واللي الحمد لله كنلقى تجاوب كبير مع البنات. شكرا لكم بزاف. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو اللي طلبوني عليها بزاف البنات اللي هو حقيبه المكياج للمبتدئات. قبل البنات ما نبداو الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر اعجاب الى عجبتكم طبيعه الحال الفيديو. جمعت لكم هنايا في هاد لاطروس هادي كاع المكياج اللي رخيص الثمن للثمن ديالو في متناول الجميع، وكذلك تلقاوه يعني اكسيسيبل تلقاوه في جميع المحلات موجود، وكذلك للمبتدئات وسهل في الاستعمال. اول حاجه البنات غادي نحل لكم لاطروس باش تشوفوا. اول حاجه البنات كنبداو بها بالنسبه للبنات المبتدئات. بزاف البنات ما كيعرفوش شنو يشري وتيقول لك بغيت نبدا ندير المكياج ما كنعرفش شنو ناخذ. غادي نوريكم هنايا كيلك برودوي. اول حاجه نبداو بها هي واقي شمسي. ضروري خصو يكون عندك واقي شمسي قبل من الاستعمال ديال المكياج بالنسبه للصيف، وكذلك في فصل الخريف ولا في الشتاء كيكونوا دوك لي غايون سولير كيدوزوا البشره ديالنا، دونك خصنا ضروري نحميوها. بالنسبه لابوسيش انا كنستعمل هذه اللي كتكون فيها هنا الزرق، هذه كتليق البشره الجافه وهي بحال شي كريم دايره كيف ما كتشوفوا. ديجا دايره عليها فيديو غتلقاوها في القناه. كذلك يمكننا نستعملوا كريم مرطبه اللي كنستعملوها كوم باز. كريم مرطب كندير ديال النيفيا، ما عنديش هنايا قريب ليا، راه ديجا دايرهم في فيديو ونخلي لكم في الاولى في صندوق الوصف. هي باش كنبداو اولا بواقي شمسي، انا كنبدا هاد الايام اللي كنبغي نخرج كنبدا بالواقي الشمسي هو الاول هو اللي كنديرو. ثاني حاجه كنستعملو خصنا غادي نحتاجو بيبي كريم اولا فون دو تان. البيبي كريم كنستعمل هذا ديال غارنيير غتلقاوه في جميع المحلات التجاريه الكبرى، وكذلك غتلقاوه في عند مولي المكياج رخيص الثمن 60 درهم ماشي غالي بزاف. بالنسبه للطانت ديالي اللي كنستعمل انا اكسترا لايت فوالا، وما كي ما كي ما كيقشرش البشره يعني هو اون ميم طون مرطب. غادي نحتاجو كذلك لونتي سيرن، حقاش انا عندي دي سيرن اللي باينين كنستعمل هذا راه كيدرق مزيان ديال لوريال. غادي تلقاوه كذلك في عند مالي الماكياج وفي لي كونت سيرفاس. هذا يمكن لكم تستعملوه كذلك كوم فون دو طان، حقاش هو كيتستعمل فون دو طان كيتستعمل كذلك كوم اونتي سيرن. بالنسبه للطانت اللي كنستعمل انا هادي 337 فوالا، لا بغيتي تسكرينيوها كاين هذا كنستعمل هذا وكنستعمل كذلك هذا. هذا باغ كونطخ رخيص في الثمن، هذا ديال اسونس، هذا ديال اسونس رخيص في الثمن ستاي اول 16 اورز. هذا شويه فاتح، انا كنخلطهم بجوج باش كيعطوني لاطانت ديالي هانتوما البنات. و لاطانت اللي كنستعمل هادي 20 سوفت بيج فوالا. بالنسبه للثمن ديال هذا 35 درهم وهذا الثمن ديالو 80 درهم، دونك هذا غالي شويه على هذا، هذا كيدير 35 درهم. من مورا باش كنستعملوا هادشي هذا كندوزوا للعيني مكياج ديال الاعين. كنحتاجو ايلاينر كاين هذا ديال بريتي ديال فلورمار، الثمن ديالو حتى هو رخيص في الثمن 35 لا ماشي 35 درهم 48 درهم من مرجان، تلقاوه كذلك عند مالي الماكياج. ديجا دايره عليه فيديو غتلقاوها في القناه. ديجا عاوتاني كاينين كنحتاجو كذلك اقلام الاعيون، اختاريت لكم جوج ديال الاقلام، واحد في اللون الاسود وواحد في اللون الازرق بالنسبه للبنات المبتدئات يختاروا الوينات كيكونوا زوينين. كاين هذا في الاسود هذا ديال ايف غوشي، هذا زوين بزاف البنات ما كيديعش كاع ما كيسيحش، بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على شي كخيون يكون ما كيسيحش.
كندوش بيه، كنغسل وجهي تو كيبقى بحال الكحول، ولكن هذا ما كيديهاش نهائيا. اون ديريكت دايرين الكحول، واخا ما دايرينش الكحول راه بحال الكحول داير فيه، فيه البريون. ما عرفتش واش غيبان لكم، فيه بحال البريون هانتوما، زوين بزاف. لا كاليتي ديالو غزاله، ما عرفتش يدخل ولا لا. كيما قلت لكم لا كاليتي ديالو زوينه بزاف. فوالا الثمن ديالو هذا ما عقلتش حقا شحال، هادي ما خديتو وقيلا بشي 45 درهم هكاك، ولا 35 درهم، 39 درهم، سمحوا ليا 39 درهم. و لا ريفيرونس ديالو كنظن هيا نوار ايبان، هاهي هاهي هادي 101 نوار ايبان، زوين بزاف البنات هذا. وكاين كذلك هذا من اسانس في اللون الازرق، ازرق غامق يعني كيبان هو بحال كحل، لا ريفيرونس ديالو 26 ديبسي بيبي، وكيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، يعني ماشي كيتنجر، كيكون هكا حتى كيسالي. الثمن ديالو 18 درهم، هذا باغ كونتر رخيص على لاخو. وكاينين ديال اسانس كذلك قلم اسود ديال اسانس حتى هو زوين، ديجا مجرباه حتى هو 18 درهم، يعني بالنسبه للمبتدئات حاولوا ياخذوا مكياج اللي يكون رخيص الثمن حتى يتعلموا عاد يبداو ياخذوا مكياج اللي غالي. حتى انا كذلك هادشي اللي كندير، واخا تنحس براسي صافا في المكياج، ولكن كناخذ منتجات بثمن رخيص باش على حسب على حسب القدره الشرائيه ديال كل واحد. دونك هذا 18 درهم، وهذا 36 درهم، وهذا ديال الايلاينر. باغ كونطخ ايلاينر من الاحسن انكم تاخذوا شي واحد ماركه زوينه، لانه دغيا تينشف وانه هو اللي كيبان في العينين بزاف. هذا خذوه باغ كونطخ يكون مزيان 48 درهم. وكاين كذلك ديال ميبلين حتى هو زوين بزاف، ولكن تسال عليا ما بقيتش عاود خديته، زوين بزاف كذلك. دابا غادي ندوزو لابو، كاين خاصنا ضروري بودره، دونك غادي نستعملو او اختاريت لكم هاد لابودغ، هادي ديجا هضر عليها في القناه. هاد لابودغ هادي بودغ ليبر، زوينه بزاف. ملي كديري لونتيسير فون دو طون خاصك ضروري تفيكسي كلشي، دونك استعملو هادي، زوينه بزاف كتجي بحال هكا وكبيره، و 45 درهم كدير الثمن ديالها، رخيصه الثمن ومفعولها كبير. فوالا غادي نحتاجو كذلك هذا الفاجو ولا البلوش، كنستعمل هذا، فيه 4 ديال اللوينات غزالين كيليقوا مع جميع انواع ديال الالوان ديال البشره. فوالا غنتحل، كاين هاد اللوينات هادو كيجيو مع الناس اللي كيكونوا بيبتين، وهذا خفيف بزاف. كذلك هذا اللون ديال البيش حتى هو كيجي مع السنمرين، كيجي مع الليلون والمبيض، انا كنستعمل هذا بزاف. انتما كما كتشوفوا باين هو اللي محكوك على الاخرين، رائع رائع بزاف البنات. خديته من بين، الثمن ديالو حتى هو بشي 35 درهم، وفي 4 ديال اللوينات زوينين كيحمضوا. فوالا راه كيجيبهم في بين، وتلقاهم كذلك في غجين بالنسبه لهذا، بالنسبه للمدن اللي فيهم فيرجين غتلقاو فيها فيرجين ميغا ستور. غادي نحتاجو كذلك الماسكارا، اختاريت لكم هذه الماسكارا هذه ديال اسانس، هي متناول الجميع ورائعه رائعه رائعه، الغوندو ديالها رائع. هذه الغوز زوينه بزاف، كترد الشفر طوالين وزوينين، وكذلك الناس اللي ما عندهمش الفوليوم فيها كدير الفوليوم بزاف. دونك فوالا نتوما كما كتشوفوا هذه زوينه بزاف، خذوها بعينكم مغمضين، وضروري انكم تتاكدوا انها
انها واش مزوره ولا لا، كتكون هنا هاد الحفيره هذه اللي كيكونوا اصليين، كتكون هاد الحفيره هذه، وهاد الاو هذه كتكون مطبوعه مزيان، كتكون الاخرى كلها كحله، هذه كتكون بيضه بحال هكا. فهمتوني؟ الشكل ديال الاصليه كي كتكون فوالا. دونك غادي نحتاجو كذلك الهايلايتر، اختاريت لكم هذا الهايلايتر هذا ديال ياناندوان، حتى هو رخيص الثمن وزوين، رخيص الثمن بارابور لي زايلايتر اللي كاينين. هذا رائع. بالنسبه لا ريفيرونس ديالو 01 فيري ستار سيلفر، سكرينيوها، راه كيجي زوين، كيجي مع السنيمرات، كيجي مع البيبدات، كيجي مع كلشي، وفيه مرايا من الداخل، الباكاجينغ ديالو رائع بزاف. انتما انتما كتشوفو كتشوفوا لا كولور ديالو زوينه بزاف، انتم تتبان رائعه، وكتجي كذلك كما قلت لكم مع السميمرات، وكتجي مع البيبدات، كيجي مع كل شيء، وفي مرايا حتى هي ناصحه وزوينه. الثمن ديالو 80 درهم، وراه ما بين ارخص لي زايلايتر اللي كاينين، راه كل شيء الثمن ديالو غالي تقريبا. فوالا دونك بقى ليا غير لي روج عليغ، صاريت لكم هنايا لوينات خفيفين للمبتدئات. كاين هاد الروج عليغ هذا ديال ياناندوان، نيود، كولور ديالو نيود زوينه، لا ريفيرونس ديالها 08 فيري بيلا، و جالي مات. ها هو دا كما كتشوفوا لا كولور زوينه بزاف. الثمن ديال لي روج اليفر ديالهم 69 درهم المتاجر ديال ياناندوان. كاينين كذلك هادو ديال فلورمار، حتى هما لوينات زوينين. كاين هذا ريفيرونس ديالو 02، ما عرفتش غتبان لكم، ها هي دي لا ريفيرونس، كاين هنا مكتوبه فول روز 02، ديال هادو لي مات، لي مات سيلك مات، زوينين بزاف اللوينات ديالهم، وكيبقاو واخا ما عرفتش شنو تاكلي كيبقاو مده طويله. وكاين كذلك هاد الغوز هذا، تمسحات ليه لا ريفيرونس، حيت خديتو شحال هادي بارابور لهذا 04، هذا 02 وهذا 04، هادو خدوهم بعينيكم مغمضين من فلوغمار، الا كنتو باغي تاخدو غوج عليه من فلوغمار، هادو زوينين بزاف. الثمن ديالهم 80 درهم، 80 درهم الواحد. فوالا هادو اللوينات زوينين. فوالا كاين كذلك بالنسبه للكريون ليفر، كاين هذا كيجي بزاف مع هذا، هاد اللون هذا كيجي مع هذا، هذا لا ريفيرونس ديالو 229 درهم، تاندر كريم، هذا زوين بزاف باغ كونطخ لا كولور ديالو، هانتوما هو هدا كيما كتليكم، تيجي بزاف مع هدا، كندير هدا في اللول كنتخاصي بيه فمي، و كندير موراه هدا كيبقى شاد مده طويله. كنصحكم بزاف بهاد الجوج هادو،
لكن نتوما اللي تاخذوا اوج على ليفغ، ويحافظ لكم على فمكم. من احسن البنات لي اوج على ليفغ ما تلعبوش معاهم، ما تاخذوش لي اوج على ليفغ اللي يكونوا رخاصين، فو ميو انكم تاخذوا واحد. شي ناخذ واحد من هاد لي اوج على ليفغ هادو، وما ناخذش بزاف من هادوك اللي كيتباعوا ب 15 درهم 20 درهم 5 دراهم 10 دراهم. راه من بعد البنات كيزرقوا الفم، كيردوا الفم لا كولور ديالو ما زويناش. من الاحسن انكم باش تحافظوا على لا كولور ناتورال ديال لي ليفغ ديالكم، خذوا لي روج على ليفغ اللي يكونوا دو بون كاليتي بحال هادو ديال كان بروبوزي لكم. هادو ديال فلور ما زوينين، كان بروبوزي لكم كذلك ديال يان ادوان، وكذلك كاينين ديال لي مارك اللي هما زوينين بحال ميبلين اي با مال اللي هما زوينين بزاف وما يزرقوش لكم الفم ديالكم. فوالا بالنسبه للماتيريال اللي كنخدم به بالنسبه للمبتدئات، كنصحكم اون ايبونج هي اللي كنخدم بها البيبي كريم، وكنخدم بها كذلك لونتي سيرن، وكذلك لا بودر. وكاين كنحتاجو كذلك هذا البانسو اللي خصيصا اللي كنخدمو به البلوش، هو اللي كنخدم به البلوش كيكون داير بحال هكا، تيكون مايل هكا من هاد الجهه هادي. هذا هو اللي كنخدم به احمر الخدود. وكنحتاج كذلك هادي البانسو ديال لا بودر او الفرشاه ديال لا بودر، كتكون دايره بحال هكا، كتكون دايره بحال هكا. هذا هو اللي كنخدم به لا بودر ديالي مي كنبغي ندمج كلشي في الاخير. فوالا نتوما كما كتشوفوا، ونضرب لكم موعد اخر ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر اعجاب الى عجبتكم بطبيعه الحال الفيديو. عندكم الا كان عندكم شي تساؤلات ولا شي حاجه، ما تدخلوش علينا بتساؤلات ديالكم. ان شاء الله ندير لكم الا كان عجبكم بحال هذا الفيديو نبقى نديرها لكم ديما. دونك سنضرب لكم موعد اخر ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه، باي باي.